محمد صلاح، من الممكن أن أتواجد في مونديال قطر 22؟ السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد. لكن في البداية زي ما عودتكم وعودتوني ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك يا ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن إمكانية تواجده في مونديال قطر 22 نوفمبر المقبل رغم عدم تأهل الفراعنة، وفشل منتخب مصر في التأهل للمونديال بعدما خرج أمام السنغال في المباراة الفاصلة للتصفيات بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1. وقال محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس القطرية: من الممكن أن أتواجد في قطر خلال المونديال. وأضاف: أشعر بسعادة كبيرة أن البطولة ستقام في بلد عربي لأول مرة، والوطن العربي بالكامل سيدعم قطر، وأعتقد أن كأس العالم سيكون مميزا. كان ذلك في الإعلان التشويقي لحوار بي إن سبورتس مع محمد صلاح يوم الاثنين المقبل، والذي سيبث عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 في 8:00 مساء بتوقيت القاهرة. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.